اهلا بيكم في الفيديو الثاني اللي هو شرح جرامر يونت 1. جرامر يونت 1 هيتكلم عن حاجه جميله جدا اسمها التنسز، واحنا المفروض النهارده هنتكلم عن تو تنسز، حاجه اسمها past simple وحاجه اسمها past continuous. بس احنا قبل ما نتكلم عليهم، احنا هنتكلم عليهم تفصيلا، بس قبل ما نتكلم عليهم انا يهمني جدا النهارده ان احنا نفهم اصلا يعني ايه تنسز وليه التنسز بتستخدم. يلا بينا. احنا عندنا النهارده تو تنسز، بس قبل ما نبدا نتكلم عنهم محتاجين نعرف ايه هي التنسز، ايه هو الزمن. احنا بنقول مثلا ان احنا عندنا مثلا كلمة played ده زمن past simple، كلمة play ده زمن present simple، كلمة is playing ده زمن present continuous. ايه الازمنة دي؟ قبل ما ندرسها عايزين نعرف ليه بتستخدم. مبدئيا اخد بالك من الشكل، الشكل هنا في is playing غير الشكل هنا في play غير الشكل هنا في played. فالازمنة هي different forms of verbs، اشكال مختلفة من الverb. هدفها المفروض الشكل ده بيعبر عن حاجات، وده بيعبر عن معنى مختلف، وده بيعبر عن حاجات تانية. الأزمنة هدفها ان هي تبين لك وقت الفعل استمر ولا لا، اكتمل ولا لا. تقول لي ازاي؟ لما اقولك I studied yesterday الشكل ده هنا بين لي تايم، بين لي وقت. تقول لي بين لك وقت ازاي؟ انا استخدمته لاني استخدمت يسترداي، عايز ابين الوقت. لو قلت لك I've studied انا ذاكرت، ده بين ليش وقت، انت ما تعرفش انا ذاكرت امتى، بس ده بين كومبليتنس، بين ان هو اكتمل، خلصت مذاكره خلاص. غير لما اقول لسيادتك I've been studying، ده بيبين continuation، بيبين ان انا قعدت شوية استمريت في المذاكرة. عشان نفهم كل معنى محتاجين ان احنا نرسم رسمة كده. دايما عشان نشرح ازمنة هنشرحها على رسمة فيها ثلاث مناطق. المنطقة دي كده past ماضي، دي كده present حاضر، دي كده future مستقبل. يعني لو رسمت لسيادتك الرسمة دي وفيها اكس هنا، احنا قلنا الحته دي بتاعت الماضي، بل اكس دي معناها شيء حصل فين؟ في الماضي. هل كمل الحاضر؟ لا ما كملش. يبقى الرسمه دي كده معناها شيء بدا في الماضي وانتهى في الماضي. الرسمه دي حاجه بدات في الماضي وقعدت شويه، يبقى حاجه استمرت في الماضي. طب دي حاجه حصلت في الماضي وخلصت، وحصلت تاني وخلصت، وحصلت تالت وخلصت، حاجة تكررت في الماضي، قصة في الماضي مثلا. أول زمن عندنا الـ past simple، أربع استخدامات. تعالوا ما نشوف أول رسم. أول رسم عاملة كده، ده كده شيء بدأ وانتهى فين؟ في الماضي. بس في هنا شرط، في وقت محدد. يعني اقول لسيادتك مثلا امبارح يسترداي انا اتفرجت على التي في، اي واتش التي في. يبقى لو ذكر لي الوقت مع حاجه بدات وانتهت في الماضي بستخدم past simple. يبقى past simple رقم واحد اول استخدام ليه actions started and finished، حاجه بدات وانتهت في الماضي، with the time or date لازم يذكر الوقت. لأول استخدام لازم الوقت يبقى محدد، لو ما ذكرش الوقت يبقى زمن تاني. تاني استخدام نفس الرسمة برضو بس شرط تاني، حاجة بدأت وانتهت في الماضي بس ملهاش أي أثر في الحاضر. لما أقولك مثلا الدنيا مطرت for 3 hours لكن دلوقتي خلاص الشوارع ناشفة، كده في أثر للمطر؟ لا، يبقى rained. يبقى تاني استخدام
لو جاب لي جملة حاجة انتهت في الماضي وملهاش افكت في المضارع. تلاتة، عملت حاجة وخلصت وعملتها تاني وخلصت وتالت وخلصت، دي كده شيء تكرر في الماضي او عاد في الماضي. زي ما اقول لك when I was young، وانا صغير كنت بروح الجيم كل يوم. هل انا لسه بروح؟ لا، ده كده حاجة اتكررت في الماضي، رحت مرة والتانية والتالتة وانا صغير. اخر حاجة، لو بحكي قصة، امبارح قابلت صحابي خرجنا اتعشينا. زي البنت دي بتقول yesterday صحيت فطرت رحت المدرسة. تعال نقول من الاول، واحد شيء بدأ وانتهى في الماضي بس لازم اذكر الوقت. اتنين شيء بدأ وانتهى في الماضي وملوش اثار في الحاضر. تلاتة حاجة اتكررت في الماضي او past habit عادة في الماضي. اربعة past story قصة في الماضي. يبقى انا امتى بستخدم الباست سيمبل؟ حاجة بدأت وانتهت في وقت محدد او ملهاش اثر او اتكررت وانتهت خلاص او قصة في الماضي. مثلا في سيجنالز بستخدمها مع الباست سيمبل او لما بشوفها بجيب باست سيمبل، زي اجو لان بتديني وقت في الماضي، in the past، last، yesterday، ومهم قوي in plus date و from date to date لان برضو بتديني وقت في الماضي، one day، once، when I was. لو خدنا example، he tricked into the forest this morning. tricked يعني سافر في الغابة، بس سافر رحلة متعبة، سافر ودخل الغابة this morning، اتمشى فيها كتير. التنس اللي بعده اسمه past continuous، ماضي مستمر. ده يفرق يعني البسيط، اسمه مستمر يبقى ده انا بستخدمه عشان اعبر عن حدث استمر شوية، يبقى بستخدمه عشان اعبر عن حاجة اسمها long action، حدث طويل شوية. اللي فات ده كان short action، اللي فات ده past simple I played دي ده كان short action. ال past continuous long action، حدث طويل شوية. يعني حاجة استمرت شوية، امبارح فضلت اقرأ كتاب at noon طول فترة الظهر. او لو عندي كذا حدث طوال حصلوا مع بعض اخليهم كلهم past continuous، وانا بقرأ بنتي كانت بتذاكر chemistry. تقولي طب افرض بقى كنت قاعد اقرا ده past continuous، لما فجأة حصل short action علي وصل. احنا اتفقنا يا جماعة short action هيبقى past ايه؟ simple. ال long action هيبقى past ايه؟ continuous. لو حدث كان بيحصل وفي حدث قصير حصل في النص، الطويل ده past continuous I was reading، والحدث القصير ده past simple when the phone rang. نقول من تاني، لو عندي حاجة استمرت في الماضي past continuous، at 6 o'clock I was looking at the orangutans. orangutan دوت اللي هو نوع من انواع القرود اللي هما بيسموه بالعربي كده انسان الغابة، اللي هو قرد ضخم جدا، غوريلا ضخمة جدا. او لو عندي كذا حدث استمروا مع بعض وكلهم long actions كلهم past continuous، while I was reading my daughter was studying، زي ما قولك we were tidying our room while our little brother was watching TV. او لو عندي حدث طويل كان بيحصل وحدث قصير حصل في النص، the past continuous the past simple I was reading when the phone rang. او I was leaning out of the boat، كنت مايل كده من المركب، فجأة I dropped my camera، وقعت الكاميرا بتاعتي. يبقى ال past continuous حاجة استمرت في الماضي اخليها past continuous، كذا حاجة استمروا مع بعض اخليهم كلهم past continuous، long action و short action ال long action past continuous و short action past simple. ممكن اجيبه مع ايه بقى؟ ممكن اجيبه مع while و as و just as.
ودول بجيب وراهم past continuous. ممكن اقول لك while I was playing, as I was playing, just as I was playing. ممكن while ما اجيبش وراها I, فدي اقول while playing زي ما قلتش على طول. هي هي on, ممكن on برضو اجيب وراها ing. واخر حاجة كلمة during, بس في حاجة بقى في during دي لازم وراها noun. ينفعش اقول لك during playing the match, لا during the match. يبقى احنا كده اتكلمنا عن grammar unit 1. مهم جدا ان انا افهم امتى بستخدم الكلام ده, واعتقد ان احنا فهمنا صورة عامة امتى الناس بتستخدم الكلام ده. يا ريت سيادتك ما تنساش ان يعني تحت الفيديو في تمارين وفي شيتس لكل الكلام اللي احنا قلناه. مع السلامة.